فان شاء الله نكمل النهارده ايه الموضوع بتاعنا بتاع الاوبن ستاك. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الاستوليشن وريتال انستوليشن وازاي هتقوم سيرفر. خلاص شكرا، ده كده الانستوليشن بتاعنا خلص. قبل ما اتكلم معاك في اي حاجه تانية، الحاجه التانية دي ان كانت بقى اتكلم اي حاجه في اي حاجه تكنيكال في الاوبن ستاك مش هتكلم فيها، اركنها على جنب دلوقتي. انا عايزك تبدا تفهم هي الاوبن ستاك كومبوننتس بتتكلم ازاي مع بعض. يعني قبل ما اشرح لك اي حاجه خالص خلينا ناخد الموضوع من البدايه، من البدايه خالص. يعني انا لما اجي انستول الاوبن ستاك ده ايه اللي كان بيحصل لما جيت اعمل انستول الاوبن ستاك؟ فاكر المره اللي حد فيكم فاكر المره اللي فاتت قلت لكم على البابت ان الاوبن ستاك انستولر ده اللي هو اللي الصوره استخدمناه المره اللي فاتت اللي هو الار دي او او الباك ستاك بكل بساطه. الباك ستاك كان بيرن شويه بابت موديولز كده بتعمل لك اوتوميت للانستوليشن، فانت بدل ما تقعد توجع راسك وتقعد تعمل انستول مانيوالي وتمشي ورا الخطوات واحده واحده لكل سيرفيس موجوده، فالموضوع ده كله كان بيتم بشكل اوتوميت بالنسبه لك وكنت بتنجز نفسك. يعني من الاخر ده كل اللي احنا عملناه. طيب هو السؤال هنا، وانا لو حبيت انستول الكلام ده مانيوالي، انا عايز انستول للاوبن ستاك ده، مع الاوبن ستاك ده في الاخر قلت لك هو عباره عن شويه سيرفيسز كده شغالين مع بعض بيسمح لك او بيظبط لك الدنيا كده وبيظبط لك السيستمز اللي شغاله دي تقوم برولز مختلفه، رول تبعت نتورك ترافيك، رول تران الفيرتشوال ماشينز، رول تشتغل المكنه دي كستورج سيرفر وهكذا. تمام كده؟ طب وانا لو حبيت الرولز دي افصصها هلاقي الرولز دي عباره عن ايه؟ الرولز دي هلاقيها عباره عن مجموعه من السيرفيسز وكل سيرفيس فيهم شغاله بشكل معين. ممكن تلاقي سيرفيس مش محتاجه داتابيز اصلا عشان تشتغل، ممكن تلاقي سيرفيس محتاجه داتابيز عشان تخزن فيها شويه بيانات. طيب السيرفيس دي لما تيجي تتكلم بتتكلم ازاي مع بعض؟ هل بتتكلم بشكل مباشر ولا في مسجنج سيرفيس موجوده في النص بينهم، في لاير كده بتعمل الكلام ده؟ طب لما اجي اتكلم مع السيرفيسز دي هكلمها ازاي؟ هبعت لها اي بي اي كول ولا هبعت لها ريست، او هبعت لها اي بي اي كول فريست ريكويست ولا هبعت لها سوب ريكويست ولا ار بي سي، ولا هتكلم مع ام السيرفيس دي ازاي؟ موضوع في الاول كده تحس ان هو ضبابي صح؟ للاسف كل الكورسات اللي هتلاقيها موجوده موضوع فيها مش واضح قوي في الحته دي. فايه؟ فانا حبيت اوضح لكم الحته دي لانها واحده من اكثر الاسئله اللي بتشغل بال اي حد جاي يتعلم اوبن ستاك، هي الحاجات دي كلها شغاله ازاي مع بعض؟ تمام كده؟ طيب مش هنختصر بس على فكره هي شغاله ازاي مع بعض، وخلينا كده نمسك اهم كومبوننت بدون مبالغه في الاوبن ستاك سوليوشن كله كامل على بعضه. هنمسك اول واحد فيه وده اهم واحد فيه، اللي من غيره الاوبن ستاك مش هيشتغل. ده كده اول واحده نمسكه. الاول خلينا نبدا نشتغل عليه ان احنا نعمل له الانستليشن. اوريك الانستليشن بتاعه هو سهل وبسيط ازاي، هو مش معقد ابدا خلاص. وبعد ما نمسكه ونعمل له انستليشن تعال نمسك الكومبوننتس اللي فيه بقى من ايه نشرحها خلاص. طيب كلام جميل، انا عندي المكنه دي شغاله على الاي بي 192 168 2250، فانا ممكن اجي هنا كده اقول له هوست نيم كنترول سيت هوست نيم osp.example.com، وبعد كده تعالى كده ناخد الاي بي بتاعنا ده، مفيش اي حاجه فانسي هنعملها زي المره اللي فاتت بالظبط. خلصنا كده، تعالى نعمل كده يام ابديت ابستريم بيقول لي couldn't resolve host name. couldn't resolve ده اكيد عندك مشكله في الدي ان اس، كات اي تي سي ريزولف دوت كونف كده، فنشوف هو مستخدم نفسه كدي ان اس فده اكيد غلط. تعالى كده نعدل الكلام الهبل ده، تعالى اعمل اديله اي دي ان اس يعجبك، ان شاء الله يكون جوجل حتى، والله ما عنديش مشكله في كده. ايديالي يعني السيناريو الافضل اللي يكون عندك دي ان اس خاص بيك وتشتغل بيه. طيب تعالى كده يعمل ابديت، تعالى نشوف هل في عندنا اي ابديت ممكن اعمل له ابلاي ولا لا. ان شاء الله في شوية ابديتس حلوين. ماشي تعالى انستول كده.
معلش انا بس عندي سؤال كده. اتفضل. الاوبن ستاك هو بيتكون من كومبوننت، كومبوننت كتير وكومبوننتس كتير عشان يبقى عندي سوليوشن في الاوبن ستاك، وفي رولز في سيرفيس، صح كده ولا؟ صح، هي الكومبوننت هو السوفت وير اللي انت هتشغله، صح؟ تمام. طيب السوفت وير ده الاوبن ستاك وهو شغال متقسم لفانكشنز مختلفة، هتلاقي كل سوفت وير بيعمل فانكشن معينة وشكرا على كده. حلو. طب معلش انا هسأل سؤال يعني بس عشان بس نبسط الدنيا اكتر. يعني انا مثلا لما اجي اعمل انستول مثلا للكوبرناتس، تمام؟ معلش يعني الكوبرناتس يعني بيبقى عندي فيه ماستر نود وبيبقى فيه عندي تو وركر نود، الماستر نود دي بداخلها بيبقى لازم عشان تبقى دي ماستر نود بيبقى فيها خمسة كومبوننت كده او خمسة رولز زي ما بيقولوا اي بي اي وسكيدول وسكيدولر وكم حاجة كده عشان ده تبقى ماستر نود. هل نفس الكلام كده في الاوبن ستاك؟ هو مش زيه بالظبط بس الى حد ما شبه. يعني انت عندك في عندك حاجه اسمها كنترولر مانجر، صح؟ وعندك الاي بي اي سيرفر وعندك السكيجولر، صح ولا انا غلطان؟ كل دول بيتشغلوا از كونتينر يعني. كل دول هما انت ممكن تشغلهم ككونتينرز ممكن تشغلهم كسيرفيسز لو انت بتتكلم على الكوبرنيتس، تمام؟ بالظبط كده. طيب حلو. الكومبوننتس دي كلها بتتكلم مع بعض ازاي؟ عن طريق الاي بي اي. طيب هي نفس الفكره بتاعت الكوبرنيتس، هي نفسها اللي متطبقه في الاوبن ستاك. كل الكومبوننتس اللي في اوبن ستاك بيتكلموا بعض عن طريق اي بي ايز. نادرا ان لم يكن شبه مستحيل تقريبا تلاقي كومبوننت في الاوبن ستاك بيكلم كومبوننت تاني بشكل مباشر كده على طول ار بي سي كول او حاجه زي كده، لا كل الكولز تقريبا عباره عن اي بي اي كولز تقريبا كلها، يعني مش بقول لك بنسبه 100% بنسبه 99% كل الكومبوننتس بتتكلم مع بعض عن طريق اي بي اي كولز. طيب خلينا بقى نتكلم على اول سيرفيس واهم سيرفيس هنشتغل عليها عندنا. خليني كده كونكت التابلت ده. انا مش عايز لك سؤال بس. اتفضل. هو دلوقتي انا عندي فانكشن، تمام؟ اوبن ستاك في فانكشن حاجه بتعمل مثلا بتمانج الاستورج مثلا، تمام؟ الفانكشن دي بيقابلها كومبوننت في اوبن ستاك لوحده ولا كده سيرفيسز؟ الفانكشن دي بيقابلها كومبوننت؟ لا مش فاهم. يعني فانكشن بتاع الاستورج مانجمنت مثلا، تمام؟ ايوه. بيكون عشان الفانكشن تو بي اكسكيوتد يبقى في كومبوننت ماسكها ولا كده سيرفيس ولا ايه؟ لا لا مش فاهم. ايه الفرق بين الكومبوننت والفانكشن والسيرفيس والرول؟ ما هو الكومبوننت ده يا ابني بالنسبه لك هو عباره عن جزء من الاوبن ستاك. الكومبوننت ده عباره عن سوفت وير بيرن. السوفت وير ده لما تيجي ترنه يا بيشغل لك سيرفيس او اكتر، بروسيس او اكتر، بس ادي كل الموضوع. تمام. كل فانكشن يعملها كومبوننت. الفانكشن دي حاجه معينه، دي تاسك معينه. فانكشن مثلا بقول لك عليها زي ان انت ترن فيرتشوال ماشينز، تمام؟ لما تيجي تشغل فيرتشوال ماشينز ممكن تلاقي اثنين او ثلاثه سيرفيس مطلوبين. سيرفيس اثنين اعزاز بس كومبوننت واحد ولا اكتر من كومبوننت برضه؟ الموضوع هنا مختلف في اوبن ستاك، ممكن تلاقيها في سيرفيس اسمها اكس او في سوفت وير اسمه اكس بيديك كومبوننت واحد، وممكن تلاقي سوفت وير ثاني هو سوفت وير واحد برضه بيديك اثنين او ثلاثه سيرفيس. فده كله ده معتمد على الكومبوننت ده، عشان كده انا حبيت اوريك بنفسك ايه اللي احنا بنعمله. طيب. ايوه. فانت لما تنستول سوفت وير، السوفت وير ده بينستول لك شويه باينري فايلز موجودين، الباينري فايلز دول لما تيجي تعمل لهم رن بيشغلوا لك سيرفيس او اكتر، تمام؟ لما تشغل السيرفيس او اكتر دي السيرفيس دي ممكن تديك فانكشن او اكتر، عاده بتكون فانكشن واحده، سيرفيس تديك فانكشن. بالمناسبه انا قلت لك الاوبن ستاك كومبوننتس حاليا ممكن تشغلها يا اما باينري فايلز على طول مباشرة يا اما ترنها جوه كونتينرز، صح؟ فاكر انت النقطة دي؟ تمام. طيب خلينا كده
نعمل له هنا؟ او استنى ثانيه واحده ثانيه واحده. انا عندي الاوبن ستاك، انا قلت لك الاوبن ستاك ده البيج بيكتشر بتاعته اللي هو انا كل اللي انا عايزه ان انا رن فيرجوال ماشين بس، صح؟ طيب انت لما تحب ترن فيرجوال ماشين، الفيرجوال ماشين دي انت محتاج ايه اللي يكون موجود فيها؟ او عشان ترن ايه انت محتاج يكون موجود اصلا عشان تشغل الفيرجوال ماشين دي؟ ها خلينا نسال السؤال بالطريقه دي. نتورك وستورج وبروسيسنج. محتاج يكون عندك نتورك، صح؟ محتاج يكون عندك كومبيوت سيرفيس، محتاج يكون عندك ستورج، صح ولا غلط؟ محتاج يكون عندك تمبلت للهاردوير، صح؟ ما انت لما تيجي تشغل المكنه دي لازم تقول له انا هالوكيت قد ايه المكنه دي، هديها كام سي بي يو، هديها كام كور، هديها رام قد ايه، هديها ديسك ستورج قد ايه، صح كده؟ فانت محتاج سامها قوي يكون عندك طريقه تقول له انا مكانه الفيرشوال ماشين دي انا عايزها بريسورسز كذا تكون محجوزه لها، صح كده ولا غلط؟ طيب محتاج كمان يكون عندك ايمج، ما انت لما تيجي كارت الفيرشوال ماشين دي هتكون معتمد على ايمج موجوده، صح كده ولا انا غلطان؟ الايمج دي بالمناسبه ممكن تكون ايزو فايل، يعني الايمج هنا بالنسبه لك مش مجرد بري بيلت اوبريتنج سيستم هتاخده كده ترنه على طول، لا ممكن يكون ايزو فايل لسه هترجع تانستول منه، ماشي كده؟ فما تتخضش من كلمه ايمج دي. طيب بص كده لاحظ كده اللي موجود عندك، هل ده ممكن افصله عن ده كسوفت وير؟ كلام ينطبق عليهم كلهم، هل ممكن افصل كل واحد فيهم عن التاني؟ الاجابه الصريحه والواضحه ايوه ممكن. فالناس لما جم يعملوا اوبن ستاك في الاول قال لك بص خلي كل واحد فيهم كومبوننت لوحده، خلي كل واحد فيهم كومبوننت لوحده، خليني كده اديهم ارقام عشان بدل ما اقعد اكتب الاسماء دي مره ثانيه، يعني ده ادي له رقم واحد، ده رقم اثنين، رقم ثلاثه، رقم اربعه، رقم خمسه. طيب الاول كانت او الافكار اللي كانت بتيجي للمبرمجين في البدايه قبل اوبن ستاك حتى من زمان من عمر، كانت عندك كومبوننت الثاني الثالث الرابع الخامس السادس وهكذا، كل كومبوننت من دول عايز يتكلم مع الثاني، فكنت ممكن تلاقي كده الله ثانيه واحده واحد ده اللي هو النتورك عايز يتكلم مع الكمبيوت، او واحد ده محتاج يجيب الهاردوير تمبلت او بلاش الهاردوير تمبلت، واحد ده محتاج يا سيدي سيرفيس زي الفايرول اللي هي ستة عندي دي، واحد ده محتاج يكلم ستة. بعد كده ممكن تلاقي تلاتة او اتنين محتاج يتكلم مع تلاتة، واتنين محتاج يتكلم مع خمسة، ماشي كده؟ واتنين محتاج يتكلم مع اربعة. هتيجي في الاخر هتلاقي شكل، يعني لو جيت في الاخر الشكل النهائي تخلوا عندك 20 سيرفيس مع بعض، شوف شكل التعقيد اللي هيكون موجود عامل ازاي، مش هيبقى معقد، ده هيبقى مستحيل تمنتين الكلام ده كله، مستحيل شبه مستحيل تمنتين الكلام ده كله، خلاص. ده انت في عندك مشكله اكبر، عارف المشكله الاكبر هي ايه؟ ها حد فيكم كده لماح يقول لي ايه المشكله الاكبر اللي هنا؟ نعم؟ يبقى في حاجة تسكادي كل الدنيا دي تمنش الدنيا دي كلها، مش عارف مفيش حد يعني، بس مثلا حد اتنين بيتكلم تلاتة وتلاتة بيتكلم اتنين، ممكن تلاتة بعد تلاتة بتدخل على بعضها ويحصل أي مشكلة فيه، حد يسينك بينهم كلهم. أولا أنا عندي مشكلتين اتنين مش مشكلة واحدة، بعيدا عن الهجص اللي أنت قلته دول خالص، يعني خلينا ننسى اللي أنت قلته، الهبل اللي أنت قلته ده كله. أنا عندي دلوقتي مشكلتين، المشكلة الأولانية لو واحد راحت تكلم اتنين لقت اتنين داون لبعض الوقت، ايه اللي حصل للكول اللي واحد بعتتها ديت؟ هل الكونكشن ريفيوزد والموضوع انتهى؟ دي اول مشكله. تاني ولا افترض ان الكومبوننت رقم واحد راح يكلم الكومبوننت رقم اتنين، انا بديك دامي اكزامبل هنا للكومبوننت بالمناسبه. طيب لقى ان الكومبوننت ده داون، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل للكونكشن بتاعك؟ فصل مع السلامه، ايه اللي حصل؟ ايه اللي هيحصل؟ دي مشكله، دي اول مشكله. المشكله الاكبر منها ان انت ممكن يكون في عندك كومبوننت اصلا مش موجود، يعني وانت بتنستول اوبن ستاك قلت له انا مش محتاجه انستول الكومبوننت ده بالذات،
فاكر انا كنت بعمل انستول الاوبن ستاك المره اللي فاتت او اول امبارح لما كنا بنتكلم، وقلت لك وقت الانستوليشن انت بتقول له انا عايز انستول ايه ومش عايز انستول ايه، فاكر انت النقطه دي صح؟ فاكرها؟ حلو جدا. طيب معنى كده ان واحد ده محتاج يكون عنده طريقه يعمل سيرفيس ديسكفري صح؟ يعني ايه سيرفيس ديسكفري؟ يعني واحد ده عايز يعرف هو ايه اللي موجود اصلا عندي عشان يعرف اذا كان هيبعت له اي بي اي ريكوست من الاساس ولا لا. وضحت؟ ها الفكره دي واضحه؟ طيب ماشي. اقول لك على مشكله ثالثه بقى اكبر منهم كلهم. يعني اللي احنا قلناه دول كده مشكلتين اساسيتين. طب اقول لك على المشكله بقى الاكبر منهم اللي هتدمر كل الفكره دي تماما. المشكله الاكبر ان واحد ده عايز يكلم اتنين تمام؟ طيب هو انا ازاي هضمن ان واحد فعلا ها؟ اول حاجه عايز اعمل له اوثنتيكيشن، ثاني حاجه عايز اعمل له اوثرايزيشن. نهار اسود تخيل؟ يعني انا مش عايز اي حد كده معدي في الشارع يتكلم مع اي حد برضه معدي في الشارع، ايه يا عم ده؟ الموضوع لازم يكون كنترولد انفايرمنت صح؟ لازم يكون في طريقه كل سيرفيس توثنتيكيت نفسها للسيرفيس الثانيه قبل ما تكلمها وقبل ما تبدا تكوميونيكيت معاها باي شكل بقى، كاي شكل باي شكل ايا كان مش فارق معايا صح كده؟ فانت في عندك ثلاث مشاكل حقيقيين لما تيجي تبيلد سيستم معقد بالشكل دول. تاني عندك عايز واحد يمانج الكوميونيكيشن بينهم برضه يا مصطفى. ما انت واحد يمانج الكوميونيكيشن دول دي اقل المشاكل خلاص. طيب كلام جميل. طيب حل المشكله دي ازاي؟ قال لك بس استنى بقى ثانيه واحده، ده انا تعال بقى نهد كل اللي احنا عملناه دون كده. ادي الكومبوننتس اهي مره ثانيه. قال لك بس خلينا نتكلم بقى على اول سيرفيس هتبقى انتروديوسد برضو عندي في الاوبن ستاك. خلينا نتكلم هنا على الكيستون. ايه بقى موضوع الكيستون دي؟ الكيستون دي هي تعتبر اهم سيرفيس موجوده في الاوبن ستاك. طيب هتعمل لي ايه؟ اول حاجه الكيستون دي هتسمح لي ان انا انفذ حاجتين، الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن خلاص. طيب هتسمح لي ان انا اعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك اللي هيجي اوثنتيكيت لازم يكون معاه توكن. طب انا حليت كده اول مشكله، يبقى انا ضفت سيرفيس، السيرفيس دي وظيفتها في الحياه، وظيفتها في الحياه ان هي اوثنتيكيت الناس لبعض خلاص. هتيجي سيرفيس هنا سيرفيس رقم واحد تكلم مع سيرفيس رقم اتنين، هتروح الاول تاخد توكن من هنا، والتوكن اللي هي اخذتها تبدا تستخدمها عشان تكومينيكيت مع اتنين دي او ايا كان بقى، سواء كان اتنين او في حاجه في النص مش فارقه تكومينيكيت مع مين. يبقى دي اول مشكله حلناها. طيب كلام جميل. طيب الكيستون هتعمل لي ايه تاني؟ الكيستون هتقدم لي حاجه اسمها سيرفيس كاتالوج. عارف الكاتالوج؟ عارف ما تروح كده لواحد تقول له والنبي يا عم الحاج انا هتجوز وعايزك توريني الكتالوج بتاع العزال اللي عندك دون، بيجيب لك كده كتاب كده حلو ظريف صح؟ بيقول لك انا عندي كذا وكذا وكذا، هيجي اتفرج وشوف اللي يعجبك صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ طيب ده نفس اللي بيحصل بالظبط. الكيستون دي هتديك سيرفيس كتالوج. ايه ده؟ يعني ايه سيرفيس كتالوج بقى؟ بكل بساطه اي سيرفيس هتضاف على الاوبن ستاك كومبوننتس هتروح تعمل ريجستر نفسها في الكيستون دي تمام كده؟ لما تعمل ريجستر بعد كده واحد عايز يعرف هل في ثلاثة موجودة؟ هل النتورك سيرفيس عايزة تتكلم مع الفاير وول؟ هل أصلا في عندي فاير وول سيرفيس موجودة ولا لأ من الأساس؟ هتروح دي الأول تتكلم مع الكيستون تقول لها كيستون لو سمحتي أنا عايز أتريف الليست أوف سيرفيس اللي موجودة عندك. الكيستون لو لقت الراجل ده أوثنتيكيتد تمام ومعاه توكن تمام هتبدأ تبعت له مين؟ ها؟ الكتالوج ده هتبعت له التوكن. ما هو خلاص هو احنا قلنا الخطوه الاولانيه التوكن خلاص الراجل ده خدها، الراجل ده اوثنتيكيتد وتمام تمام مفيش مشاكل عندنا تمام. فانا خطيت المرحله ديت، المرحله الثانيه هقول له سيرفيس كتالوج. طيب كلام جميل. يبقى
تبعت له السيرفيس كاتالوج كله، ولا تبعت له الاي بي اي بتاع السيرفيس اللي هو عايز يكلمها. ايوه، هو السيرفيس كاتالوج اصلا هيبقى ريبريزنتد على شكل ايه؟ السيرفيس كاتالوج بكل بساطه هو ريبريزنتد في شكل اند بوينتس. عارف اند بوينت يعني ايه؟ ها، العنوان. اعتبرها مثلا هاو تو اكسس العنوان بتاع السيرفيس دي، هتاكسسها على كذا، ده اليو ار ال بتاعها لما تحب تتكلم معاها، ده الاي بي اي يو ار ال بتاع السيرفيس دي. انتهت، شكرا. ها، وضحت؟ معنى كده، معنى كده بكل بساطه ان الكيستون دي لو وقفت، ايه اللي حصل للاوبن ستاك بتاعتك؟ ها، خلاص، مع السلامه. لا في اوثنتيكيشن ولا في اوثرايزيشن، صح؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، مفيش اي سيرفيس هتقدر تديسكفر ايه اللي موجود عندك على السيستم اصلا، او ايه اللي موجود في الاوبن ستاك كلاود كلها اصلا، صح؟ خلاص الدنيا راحت في 60 دقيقة. تمام كده؟ طيب، كلام جميل. انا قلت لك، او خليها دلوقتي، خليني اعمل الاول انستول الكيستون وبعد كده اوريك اللي انا عايز اقوله. انا هتكلم بقى على الكيستون يعني كلام مفصل النهارده، يعني دي هنقعد نرغي فيها شويه حلوين كده النهارده. طيب، خلينا نرجع للمكنه بتاعتنا كده. عملت انستول الار دي اللي احنا اشطبناه مصطفى، تمام؟ الار دي اللي احنا اشطبناه المره اللي فاتت ده، في الويب بيج بتاعته بتلاقي حاجه اسمها اي بي اي، تفتحها بتلاقي كلها يو ار ال سيرفيس اند بوينت. هو ده السيرفيس كاتالوج بالظبط. تمام كده، سيرفيس هو سيرفيس اند بوينت. ما هو الاند بوينت هو اليو ار ال، بس بكل بساطه الكتالوج هو مجموعة الليستة دي كلها كاملة على بعضها اسمها الكتالوج. ما انا اديتك مثال بقى، انت لما رحت تتجوز ورحت للراجل دمياط وقلت له نبي اعمل حاجة انا هتجوز، وريني الكتالوج اللي عندك، مش اداك الكتالوج، قال لك دي كل اوض النوم اللي عندي، دي كل الصالونات اللي عندي، دي كل مش عارف ايه اللي عندي، صح؟ كله في كتالوج واحد، وانت مسكت الكتالوج قعدت تختار انا محتاج كذا انا محتاج كذا، صح؟ فالكتالوج بالنسبة لك هو عبارة عن ايه؟ الليستة اللي فيها كل حاجة. طيب ايه الاند بوينت؟ الاند بوينت ده يو ار ال عشان توصل لسيرفيس معينه، ها، عندك. الاند بوينت دي عاده بتكون في شكل اتش تي تي بي يو ار ال او اتش تي تي بي اس، ها، تمام كده. طيب والاتش تي بي والاتش تي بي اس ده معناه انت ايه؟ ان انت توصل له عن طريق اي بي اي ريكوست بس، اتش تي تي بي اي بي اي ريكوست بس، ادي كل الموضوع. وضحت؟ طيب، يبقى انا كده لو انا عايز اذاكر اوبن ستاك، اول حاجه همسكها هي مين بالنسبه لي؟ كيستون الحلو ده. طيب تعالى كده نعمل كلير للحاج ده. طيب السؤال هنا، تعالى امسك كيستون كده لوحدها. كيستون ده بالنسبه لي هتبقى عباره عن ايه؟ ايدنتيتي سيرفيس. تمام كده؟ طيب، طالما هي ايدنتيتي سيرفيس معناها ان هي هتخزن ايه؟ معلومات اليوزرز، صح؟ هتخزن ايه كمان؟ الجروبس، صح كده؟ هتخزن ايه كمان؟ ها؟ بيرميشنز بتاعتهم، بوليسي، كل واحد ليه رول ايه بالظبط. انت عارف الرول هي ايه؟ في عارف رول بالنسبه لك هي ايه؟ ها، يعني ايه يقدر يعمل ايه؟ كلمه رول معناها انت تقدر تعمل ايه. الرولز من جوه متقسمه لمجموعه من الرولز، اللي هو اعتبره كده، اترجمها لك عربي ازاي، مجموعة من الرولز بس. انت لما تحب تعمل كذا هل مسموح لك ولا لا؟ ها، او انت مسموح لك تعمل كذا وكذا وكذا بس، انتهت. من حقك تاد انستانس وديليت انستانس بس، مش من حقك تعمل بروجكت. ايه اللي انت تقدر تعمله بكل بساطه؟ اوثرايزد تو كذا. انت الرول بتاعك ادمن في الحته دي، او انت الرول بتاعك هنا ريد اونلي، وهكذا. تمام كده، ادي بكل بساطه. ايه تاني؟ اليوزرز والجروبس والرولز. بالمناسبه الكيستون دي فيها كده بيلت ان دومين، ده ديفولت دومين بيتكريت وقت الانستوليشن.
تمام كده؟ طيب هل الكيستون دي ممكن اعمل لها كونفيجر ان هي تجيب المعلومات دي كلها سواء كان يوزر او جروبس او رولز تجيبها من اكسترنال ايدنتيتي؟ اكسترنال اوثنتيكيشن سيستم او اكسترنال ايدنتيتي ستور؟ ايوه ممكن. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اقول الكيستون دي روحي هاتي معلومات اليوزرز اللي عندك من الاكتف دايركتوري سيرفر اللي في الحته الفلانيه اللي اسمه كذا، او من ال LDAP سيرفر اللي اسمه كذا وهكذا. ها وضحت؟ تمام كده؟ طيب انا قلت لك هنا ان الكيستون هنا في الحته دي الكيستون دي بتعمل ديفولت دومين صح؟ طالما بتعمل ديفولت دومين معناها ان هي ممكن تسمح ان يكون في لوكال يوزرز موجودين عليها من غير اكسترنال ايدنتيتي، يعني ده مش مطلوب بنسبه 100%، يعني ده ممكن اصلا ما يكونش موجود من الاساس. صح كده؟ طيب هو السؤال بقى طالما الكيستون فيها طريقه ان انا اخزن فيها اليوزرز والجروبس بشكل لوكال، واخزن كمان الرولز اللي موجوده عندي، وهخزن كمان خلي بالك كان في هنا حاجه احنا نسينا نكتبها كان الكتالوج، صح؟ ما كل دي معلومات هي مسؤوله عنها. طيب السؤال هنا هي الكيستون دي بتخزن الكلام ده كله فين؟ في الهواء؟ ها اكيد لا مش بتخزن الكلام ده كله في الهواء. الكيستون عشان تشتغل مظبوط اولا لازم هيكون في داتابيز موجوده. الداتابيز دي عاده يا اما ماي سيكوال يا اما ماريا دي بي. ها في مشكلة كده؟ طيب حضرتك كيوزر لما تيجي تتكلم مع الكيستون او اي سيرفيس تاني لما تيجي تتكلم مع الكيستون انت المفروض بتتكلم معاه عن طريق ايه؟ مش قلنا HTTP API request صح؟ حلو كلام جميل. طب هو HTTP هل الكيستون دي لوحدها كده بتوفر لك HTTP انترفيس ولا احنا ممكن نستخدم حاجه اكسترنال تسمح لنا ان احنا نستخدمه زي كانها ريفرس او نستخدمه كانها باك اند سيرفيس وفي فرونت اند بيوفر لي HTTP ده 1؟ اه ممكن اعمل حاجه زي كده، ممكن استخدم الفرونت اند بتاعي حاجه زي انجن اكس، ممكن استخدم بديل له الاباتشي. وضحت؟ يبقى لو انت بصيت كده الكيستون دي شغاله ازاي بكل بساطه، ادي الكيستون سيرفيس بتاعتك اهي. الكيستون دي ما هي اللي عباره عن بروسيس شغاله كسيرفيس، تمام كده؟ طيب الكيستون بتاعتك دي هيكون فيه اباتشي موجود كده فرونت اند ليها، اليوزر اللي هنا او السيرفيس او ايا كان اللي هيكونكت عليها هيكونكت على اباتشي، اباتشي هيروح يكلم الكيستون بروسيس دي او الكيستون سيرفيس. طيب الكيستون سيرفيس مخزنه الداتا بتاعتها فين؟ ادي الفكره كلها. ها وضحت؟ ها حد عنده مشكله في الفكره دي ولا في حاجه مهيسه منكم؟ تمام. حلو الكلام ده كله بس عشان الانستوليشن وافهمك احنا بتعمل انستول لايه وليه بس لا اكتر ولا اقل، لكن فعليا لسه هنتكلم على الكي ستون رغي عشان ما تتخضش يعني لسه هنرغي فيها شويه حلوين يعني. طيب تعال نرجع على المكنه بتاعتنا الظريفه دي كده. تعال الاول خلينا نعمل لوج اوت. مش فاكر كان عندي ولا لا. موجود الحمد لله. طيب كلام جميل. انا ممكن اجي هنا كده اقول له يام سيرش ماريا دي بي، تعالى كده اقول له يام انستول ماريا دي بي داش سيرفر
والكلاينت بتاعها اللي اسمه ماريا دي بي. بس ده كده اللي احنا محتاجين، مش محتاجين اي اختراع فيه يعني. حلو، تعال نعمل له انستول. مش هتسطب، هتقوم كي ستون سيرفيس، مش هتعمل باك اند وفرونت اند. هتعمل باك اند والفرونت اند بتاعها صح؟ مانيوال الاباتشي والداتابيز بس، حابب يوليت الكلام ده لا اكتر ولا اقل. تمام، ده اصلا باي ديفولت اباتشي ولا انجينكس؟ نعم، الديفولت بتاعها اباتشي. بس ده ما يمنعش انت لو عايز تستخدم انجن اكس استخدمه براحتك، الموضوع يرجع لك انت والله اذا كان فيك الله يعافيك يعني. طيب كلام جميل. طيب احنا كده عملنا انستول ماريا دي بي. الخطوه الثانيه عندنا المفروض ان احنا ايه، يام انستول اتش تي تي بي، او حتى قبل اتش تي تي بي كمان تعالى كده يام سيرش اوبن ستاك. تعالى نجيب كده، في عندنا الاوبن ستاك اهو الريبو، يام انستول سنتوس ريليز اوبن ستاك فيكتوريا، عملنا لها انستول اهو يام ريبو ليست كده. تعالى يا سيدي، انا عندي اي بي اي ال انيبلد. طيب انا ممكن اجي هنا كده واقول له RPM dash E EPL dash release يام ريبو ليست مرة تانية. اتشالت هي، مش محتاج الـ EPL لأن الـ EPL ممكن يكون فيه باكجز أحدث من اللي موجودة في الـ OpenStack ريبوز، فيعمل لك انستول باكج أحدث من اللي موجودة أو من الـ compatible مع الـ OpenStack باكجز، فيفرقع في وشك. فإيه، تجنب الخازوق ده قبل اصلا ما يحصل. طيب دي كده عملناها، كده عملنا انستول داتابيز. المفروض الخطوه الثانيه بعد ما انستول داتابيز اقول له كده سيستم كنترول ستاتس ماريا دي بي دوت سيرفيس ما زالت داون. خليني كده اقول له كده سيستم كنترول ستارت ماريا دي بي system control status كده بتاع ماريا دي بي دي. status عندي مشكلة هنا running اهي بس ما زالت disabled. system control enable ماريا دي بي ده اللي بقولك عليه كان disabled هنا، فايه لازم نعملها انيبل عشان لما الجهاز يقوم. طيب كلام جميل. ايه تاني يا سيدي؟ كده عملنا انستول ماريا دي بي، عملنا انيبل للريبوز. المفروض الخطوه اللي بعدها مباشره ان انا اكونفيجر الماريا دي بي وبعد كده ابدا انستول الباكجز اللي انا محتاجها. فانا اقول له كده ماي سيكوال داش يو روت كونكت ده هون. طيب ده مصيبه في حد ذاته، تعالى كده اقول له ماي سيكوال secure installation current password none set password ايوه new password اهي remove anonymous user ايوه remove this database ماشي reload privileges تمام. تعالى كده connect mysql dash root dash p connected. تعالى كده نشوف لا قبل اعمل اي حاجه خلينا كده اعمل لوج اوت. الخطوه الثانيه بالنسبه لي كده يا سيدي، انا بحاول افكر. تعالى كده انا ليه وتعب نفسي اساسا،
كيستون انستليشن. الانستليشن بتاعك هنا اهو. هنروح لفيكتوريا ايز ليتست فيو ذا دوكس انستليشن جايد. مش موجود. طيب اوبن ستاك انستليشن جايد تعال نشوفه. مش هو اللي كان ورا في الجنب ده مصطفى على اليمين ده؟ نعم انا بحاول ادور عليه مش عارف اوصل له والله. رجع ورا. ايوه هتلاقيه المفروض كان في حاجه كمان واحده ورا. انا ممكن اعمل حاجه اسرع من الكلام ده كله. مش واحده في الجنب كانت اسمها بروجكت ستون واحده واحده بس. فتخيل هو ده ولا ايه؟ نعم رجع ورا كمان كده. في واحده اسمها بروجكت في الجنب تقريبا كل كان واحده كمان واحده ورا. كمان واحده ورا. دي؟ لا يا عم مصطفى اللي كان فيها اللي قبل ندخل عليها على طول انت رجعت تاني ولا واحد؟ اهو في بروجكت اطلع فوق شويه كده. كانت في واحده اسمها بروجكت ده سيرفيس اند لايبريز يعني ده اللي قصدك عليه؟ ممكن دي ولا ايه؟ اوبن ستاك سيرفيسز دي؟ والله ممكن عمك جوجل يجيبها لنا على طول انستول اند كونفيجر كده. فين 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 هون. تعال بس ماي سيكوال داش رو داش بي هناخد الخطوات زي ما هي كده. هات كاري الداتا بيز الكيستون تمام كده. بعد كده اعمل يوزر الكيستون اهون. الكيستون ده اديله باسورد اهون ماشي. فده ده اللي انا ممكن اعمله هنا بتاع طبعا غير الباسورد دي. ممكن اقول له هنا ده الكيستون صح اديله باسورد اي باسورد تعجبك كان يعني وليكن ريد هات مثلا. بعد كده الجراند statement خلاص خلصنا كده. تعال نقول له flush privileges خلصنا. عندي يا سيدي الشو تيبلز كلها فاضية تماما مش هتلاقي فيها اي حاجة خالص ماشي كده. طيب كلام جميل. انا كده خلصت تقريبا الشغل اللي على الكي ستون. الخطوة اللي بعدها مباشرة هنستول الاوبن ستاك كي ستون والاتش تي تي بي دي والمود دبليو اس جي اي. ده كده الانستليشن بتاع الكيستون سيرفيس نفسها اهي. لا المود دبليو اس جي اي ده كده يام سيرش دبليو اس جي اي.
عندك يا سيدي مود بروكسي دبليو اس جي اي، خلينا اشتغل مانيوالي بعيدا عن الدوكمنت دي بدل وجع الدماغ ده كله. انا عايز دبليو اس جي اي، ممكن اقوله كده يام انستول اوبن ستاك كي ستون اتش تي تي بي دي، خلينا كمان انستول اس اس ال اه محتاجنا. خليني ممكن اقوله كده بايثون 3 داش اوبن ستاك كلاينت، احنا محتاجين اوبن ستاك كلاينت. محتاجين ايه كمان يا سيدي؟ ممكن فين 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 بايثون 3 ممكن اخد ده كمان بدل وجع الدماغ. كده اعتقد ان ده كفايه. ستون انستليشن اوبن ستاك فيكتوري، لسه ما وصلناش للنقطة دي. طيب تعال هنا كده ادمنستريتور جايد ده برضو ده الكونفيجريشن ريفرنس غريبة جدا شاهين و عجيبة جدا الصراحة يعني. ده بايك مش فيكتوريا خالص.
انا بحاول اجيب الجايد اوريك الخطوات اللي همشي عليها. الجايد ده قديم شويه يعني، ده لو بصيت عليه كده بص فوق كده، ده البايك ده ريليز قديم شويه. وصلت؟ مفيش زي على فيكتوريا؟ بحاول ادور على فيكتوريا مش عارف اوصل له، ف عشان انجز بس في الوقت، فده ضيع لنا وقت شويه. ده القديم ده كان بيستخدم ده بورتس مختلفه لوحده وبتاع، فدي شغلانه. بس ده كده مش لازم مش على الخطوات دي في الليتست ريليز. طيب لقيت لينك ولا حاجة؟ ده تريبل او ولا ده ايه؟ ده ار دي او، ده على فيكتوريا اهو. ماشي حلو، انت كده وصلت له، وصلت له. ماشي تمام. دبليو اس جي اي ده مش موجود، خلاص احنا جبنا بايثون مود دبليو اس جي اي، طالما ده مش موجود فاحنا ممكن ايه نتغاضى عنه بالايه باللي احنا عملنا له انستول. لو تفتكر احنا لسه عاملين انستول ده اهو. ماشي، فده ايه ده كده بالنسبه لنا موضوع منتهي يعني. طيب بيقول لك انت المفروض تعمل اديت للكي ستون فايل ده وتقول له الداتا بيز بتاعتك فين، صح؟ تمام كده؟ حلو. يبقى انت المفروض كده تروح تفتح الملف الظريف ده، وعندك الحته بتاعت الكونكشن الداتابيز. تعالى كده ندور على الداتابيز اهو. باي ديفولت بيحاول ياخد الكونكشن بتاعه هنا. هل في عندك حاجه هنا موجوده؟ تعالى من هنا كده كونكشن. مفيش كونكشن كونفيجر. طيب كلام جميل، تعال نرجع هنا للداتا بيز. المفروض هاجي كده هديفاين عندي هنا الراجل ده هيكونكت، او الكيستون دي هتعمل كونكت ازاي على الايه؟ على الداتابيز اللي موجوده عندي. ماشي كده؟ حلو. فهاجي كده اقول له الكونكشن بتاعي ماي سيكول وبي واي ماي سيكول. ده اسم الداتابيز، ده اسم اليوزر نيم كيستون. الباسورد بتاعتنا اللي احنا عملناها كان اسمها ايه؟ كان اسمها ريد هات، صح؟ ودي المكنه بتاعتي، المفروض عند المكنه هنا واديله الاي بي ادرس بتاعي او الهوست نيم بتاعي. ماشي كده؟ فانا ممكن اقول له كده 192 168 122 50، صح؟ مش ده الاي بي بتاعي برضه ولا انا غلطان؟ 122 50. واسم الداتا بيز اسمها كيستون، ده اللي انا عملته. ماشي كده؟ طيب كلام جميل، دي الخطوه اللي بعدها. بعد كده في التوكنز بتاعتك، وهكلمك على التوكنز دي كمان شويه. البروفايدر بتاع التوكنز محتاج اعدله هو كمان. طيب كلام جميل. فممكن اجي هنا كده واقول له البروفايدر بتاعي هو فيرنت. تعالى كده ندور على توكنز.
ده التوكن اهين في الجزء ده، وهقول له يا عم انت البروفايدر بتاعك للتوكنز اسمه فيرنت، وهكلمك على فيرنت ده كمان دقيقتين بالظبط، دقيقتين بس معايا ماشي كده. بعد ما خلصت المفروض تعمل بيبيوليت للايدنتيتي سيرفيس اهين، تعالى نعمل سيف كده. المفروض اقول للكيستون سيرفيس دي لو سمحت يا كيستون سيرفيس روحي قولي ملف الكونفيجريشن، شوفي اي داتابيز هتعملي كونكت عليها، وروحي اعملي بيبيوليت، اعملي سينك للداتابيز بتاعتك عشان تفل التيبلز اللي احنا محتاجين نحط فيها الداتا بتاعتنا ماشي كده. ماشي تعالى ايوه، لو جيت كده قلت له كي ستون مانج، لما عملت انستول للباكج عمل لك باينري موجود في الحته دي، الباينري ده لما بتعمل له ران بيروح بيبيوليت الداتابيز، بيدور على الداتابيز من او بيعرف اي داتابيز واسم اسم الداتابيز منين، بيعرف اليوزر نيم منين، وبيعرف الباسورد منين، ها اهو بيروح يقرا الملف ده ويقرا السكشن اللي فيه الداتابيز ماشي كده. طيب لو جيت اكونكت كده على ماي سيكوال، ماي سيكوال داش او داش بي ريد هات use keystone show tables، هل انا كريت اي تيبلز للداتا بيس دي؟ لا، بص ايه اللي حصل لها، ها السكريبت كريتد راحت عملت كريت لكل حاجه بدل وجع الدماغ ده كله، ما عملتش اي حاجه، ما ادتش في اي حاجه حرفيا ماشي كده. طيب كلام جميل. تعال عندي هنا كده، تعال نخرج من الداتا بيس دي، احنا كده خلصنا. المفروض بعمل initialize للفيرنت كي ريبوزيتوريز ماشي، فهتروح واخد الكوماند كده زي ما هو اول keystone manage fernet setup، الكيستون يوزر هيكون اسمه keystone برضو، والكيستون جروب هيكون اسمها keystone، نفس الوضع الكريدنشال setup بتاعتك. طيب تعرف الكوماندز دي عملت ايه؟ ها الكوماندز دي بكل بساطة كده etc keystone fernet keys، بص عملت ايه، هتروحت كريتت لك كيز في الحته دي كات كده استريك، خلينا كات الاول 0 وبعد كده كات 1، عارف عملت لك ايه؟ بكل بساطه اللي حصل انها راحت عملت كيز، الكيز دي اللي هتستخدمها عشان تنكريبت التوكنز اللي اليوزر هياخدوها لما يجي يعملوا اوثنتيكيت. ها وصلت؟ طيب كلام جميل. الخطوه اللي بعدها بقى هنبدا نعمل بوت ستراب للايدنتي سيرفيس دي ماشي. طيب كلام جميل، يعني انت دلوقتي عايز تبدا تبلد الكتالوج بتاعك صح؟ حلو. عشان تبلد الكتالوج كمان، او عشان تبدا تبلد الكتالوج لازم تبدا تقول له يا عم الحاج انا برن فين، انا شغال فين بالظبط صح كده؟ هتعرفه بالكنترولر بتوعك والناس بالنودز بتاعتك او الستبس بتاعتك صح؟ هتروح تقول له انت شغال فين بالظبط. عشان يديسكفر انت قلت عليه من شويه اهو، هتقول له انت يا عم انت بتلسن على اي اي بي ادرس، انت بتعمل ايه بالظبط، انت كيستون شغال على فين بالظبط، بس ادي كل الحدود. طيب كلام جميل، تعال هنا كده وتعال افتح اي ملف تكست عندي ملوش اي لازمه، ممكن اعمل اي ملف تكست يعني، تعال كده افتح لك ايه تكست هنا، تعال كده نشيل كلمه كنترولر دي انا بكره البتاع ده جدا يعني، فايند اند ريبليس كنترولر شيلوا لي حط الاي بي ادرس بتاع المكنه دي 192 168 122 50، وتعالى نعمل ريبليس اول وريبليس الباسورد كمان خلاص، والباسورد بتاعتنا سميها لي ريد هات، اليوزر اسمه كيستون والباسورد كلها اسمها ريد هات ماشي كده، حاجه تست يعني مش بنخترع فيها يعني ماشي. طيب تعالى نحط الكلام ده، كلام جميل. المفروض اقول له كده فاير وول سي ام دي داش داش اد
بورت، انا قلت له انت هتسال على بورت 5000، فاقول له كده 5000 تي سي بي، اقول له كده فايروول سي ام دي داش داش رام تايم تو بيرمننت، تمام. وجيت اقول له كده فايروول سي ام دي داش داش ليست اول، المفروض الاقي بورت 5000 عندي، قال لا وده ماشي. طيب كلام جميل. خلصنا كده تقريبا 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 شبه خلصنا الجزء الخاص بالكيستون سيرفيس. الجزء الثاني بقى خاص بالاباتشي سيرفيس، صح؟ مش انا قلت لك ان الاباتشي هيبقى فرونت اند للسيرفيس دي، صح كده؟ طيب انت كده خلصت الاي دي، مش جزء، خلصت الداتابيز الكيستون والداتابيز، الكيستون والداتابيز الاثنين خلصوا، فاضل لي بس الفرونت اند لليوزر هيكونكت عليه، تمام؟ فهاجي كده اقول له روح افتح لي الملف بتاع الاباتشي ده، تعالى سيدي هنا، واقول له كده السيرفر نيم بتاعي. بالمناسبة انت مش محتاج اصلا تعدل حاجة زي كده، اعتقد ممكن نمشيها، يعني مش محتاج نعدل اسم السيرفر نيم في اي حاجة، براحتك. عايز تحط الاسم بتاعه سمي يا عم اي اسم يعجبك، يعني محدش ضربنا على ايدينا. ممكن اجي هنا اقول له osp.example.com، خلاص شكرا. بعد كده تعالى كده نفتح الملف ده الاول نشوف ايه اللي موجود فيه. بص ايه اللي في الملف ده، عارف الملف ده عباره عن ايه؟ ده بيعمل لك فيرتشوال هوست، بيخلي الاباتشي يروح يتكلم مع مين. تعالى كده ندور عليه. فين 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 يا سيدي؟ في الاول بين البورت بتاعها موجود فوق، بيلسن على، بيخلي الاباتشي يلسن على بورت 5000. مش ده اللي بدور عليه، ده بيحط لك بيرمي لك ملفات اللوجز في الحته دي، الليمت ريكوست بادي، بيعمل ليميتس على ريكوست بادي يكون قد ايه، دبليو اتش جي اي باث اوثرايزيشن اون الابلكيشن جروب جلوبال. بص كده، عارف ده معنى ايه؟ اقرا كده كويس، اقرا كده السطرين دول كده، عارف ده ايه اللي بيحصل؟ بكل بساطه بيقول لي الاباتشي لو جالك اي ريكوست على البورت ده انت هتلسن على البورت 5000، واي ريكوست يجي لك عليه روح كلم السيرفيس او البروسيس اللي اسمها ايه. ها كيستون بابليك، صح؟ معنى كده ان انا لما اشغل الكيستون كمان شويه المفروض الاقي عندي بروسيس بالاسم ده، صح كده ولا انا غلطان؟ المفروض، تمام. طيب كلام جميل، تعالى كده نخرج الملف ده، تعالى نعمل له سوفت لينك عشان الاباتشي يقدر يقراه، تمام. خلصنا كده، تعالى نينيبل الاباتشي، وتعالى كمان نعمل ريستارت للسيرفيس. تعالى كده نقول له نت ستات داش ان تي ال بي. بص كده الاباتشي بقى بيعمل ايه، بقى بيلسن على بورد 5000، صح؟ طيب المفروض هعمل كده اسمه ايه؟ ممكن اعمل ملف احط فيه البارامترز دي، تمام؟ فانا ممكن اعمل، ممكن اكون اصيع منه تماما وايه؟ واحط الكلام ده كله فيه الكيستون، الكيستون فايل بتاعي، تمام كده؟ طيب هحتاج اعدل هنا ايه؟ بص كده كويس وشوف ايه اللي انا هعدله هنا. الباسورد والاي بي، الاي بي والباسورد محتاج اعدلهم ده اكيد، تمام. طيب كلام جميل. ايه تاني يا سيدي؟ اليو ار ال، ما هو اليو ار ال هو اللي يقصد بيه الاي بي، صح كده ولا انا كنت غلطان يا حاج محمد؟ يا باشا هو الاي بي اللي هو بتاع الكنترولر، الكنترولر هشيل الاسم ده بتاعه واحط الاي بي. تعال نجرب، يعني مش خسرين حاجه. تعالى كده هنا ناخد الكلام ده كده كله، وتعالى فيم كيستون ار سي، تعالى كده نحذف كل الكلام اللي في الاول دول. تعالى يا سيدي نقول له اعمل لي الكلام ده، شيل لي اكسبورت دي
بما فيش. لا اعمل اندو كده. ده كده اعتقد هيقول حلو جدا. خلصنا كده. ده الدومين بتاعي ديفولت، البروجكت نيم ديفولت برضو، الاي بي بتاعي هنا المفروض يكون 192.168.122.50. ايه تاني؟ باسورد. صح كده؟ في حاجة تانية محتاجين نعدلها؟ طيب خلينا نراجع كده الخطوات واحدة واحدة. احنا دلوقتي عملنا انستول السيرفيس صح؟ عملنا كونفيجر للسيرفيس دي ان هي تروح ترمي الـ او تبوديوليت الداتابيز بتاعتها تمام؟ طيب عملنا ايه تاني؟ عملنا انستول الاباتشي واتأكدنا ان الاباتشي بيبعت كل الريكوستس للايه؟ للكيستون سيرفيس دي. ايه تاني؟ ماشي احنا كده تقريبا شبه خلصنا. اعتقد ان احنا ما فيش اي حاجه ناقصانا او ما فيش حاجه نسيناها من هنا. تعالى كده نقول له netstat او psaux grep dash i keystone. احنا كنا قايلين له هنا في الاباتشي الملف فين يا سيدي؟ نعم اسمها كيستون بابليك ولا هي كيستون وخلاص؟ في حاجه عايز اقول لك عليها هنا هتفرقع في وشك. كويس ان انت فكرتني بحاجه زي كده. بص كده الراجل ده بيلسن على بورد 5000 صح؟ هو الاس اي لينكس هتعمل ايه لو هو الاباتشي راح يلسن على بورد 5000؟ هتقفش عليه. هتقفش عليه صح؟ خلينا كده عشان ما نقعدش نضيع وقت فيها. انا ممكن اوريك يعني تعمل الموديول ازاي، تعمل يعني اس اي لينكس موديول وتعمل له بيلد وكومبايل وتنسرت الموديول ده، بس عشان ما اضيعش وقت كتير تعالى كده نسيت انفورس بزيرو. هي اصلا ديسيبلد يعني كتر الف خيرك يا عم. شكرا. ماشي فاحنا كده تقريبا ايه اللي لسه ناقصنا؟ طيب انت اسمها كيستون ولا كيستون بابليك يا مصطفى؟ كيستون ولا كيستون بابليك؟ المفروض اسم الباينري يكون اسمه كيستون بابليك. ده اللي انت قدامك في ملف بتشاور عليه صح؟ تعالى كده نجرب سورس كيستون ار سي. تعالى كده نقول له اوبن ستاك بروجكت ليست. تعالى نشوف اصلا هيفيل ولا لا. ميسنج فاليو اوث يو ار ال ريكوايرد فور اوث بلجن باسورد. ستور ار سي تعال نشوف ايه اللي موجود فيه. مظبوطه. تعال نراجع مش هنخسر حاجه. فلاش في 3 اللي في الاخر دي فيها مشكله ولا لا؟ المفروض دي صح. مظبوط. طيب خلينا نفتكر كده. لسه ناقص في خطوة لسه ناقصة هنا. افتح كده الدوكيمنت معلش.
احنا عملنا الانستول ده صح؟ افتكر ان احنا عملنا الانستول. ايوه ده احنا مشغلينه اكيد 100%، احنا استخدمنا اوبن ستاك كلاينت نفسه. طيب خليني بقى كده تعالى كده نفتكر الخطوات واحدة واحدة. أكيد في خطوة احنا نسيناها هنا وحتى مش مكتوبة في الدوكيومنتيشن الظريفة دي. تعالى نشيل دي. الأول احنا عملنا انستول للداتابيز وعملنا انستول للكيستون صح؟ وعملنا كمان انستول الاباتشي تمام. طيب كلام جميل، عملت ربط بينهم. الداتابيس سيرفر عملنا له سكيور، وبعد كده عملنا بيبيوليت للداتابيس صح، والتيبلز كانت موجوده تمام مفيش فيها مشاكل. بعد كده هو كان قدر يكونكت على الداتابيس من غير اي مشاكل خالص. ايه تاني يا سيدي؟ مش انت ممكن حضرتك تعمل رينيم للملف اللي هو كيستون ار سي ده، يبقى كيستون ار سي اندر سكور ادمن؟ لا الرينيم ملوش اي علاقه خالص باللي انت بتقوله ده، لا ده الكلام ده مش مظبوط خالص. طب انا بقول لك يا مستر، متاكد كده ان الفاريبلز اتقلط؟ طيب تعالى كده السورس كيستون ار سي ايكو. هتفرق في ايه؟ طيب تعالى كده كيستون دبليو اس جي اي ادمن او دبليو اس جي اي داش بابليك اوبن ستاك project list missing value auth url required for auth plugin password. طيب تعالى كده بتاع كيستون مانج بوت ستراب ده اللي هم كاتبينه في الاخر. انا قفلت اللينك اللي انت كنت بعته صح؟ دي غلطة من عندي، قفلته هنا. اخر واحدة خالص كده فين؟ اخر سطر بعد الانفيرومنتال فاريبل. ده اللي احنا عملناه، احنا عملنا هنا في الكيستون ادمن ده احنا كنا غيرنا الباسورد بس صح؟ تمام كده؟ تمام. فالديفولت يوزر نيم بتاعه هو ادمن، والباسورد احنا حطيناه له اللي هي كانت ريد هات، فكده احنا ما عندناش مشكله فيه. جرب الكومنت ده نغيره عشان الواقي نعم؟ جرب الواقي كيستون ماشي بوت ستراب كده، ممكن يكون هيجيكوا حاجه ولا هيطلع لك اوتبوت ولا حاجه. فين؟ اللي تاني يا عم؟ لا دي الخطوه دي خلصناها خلاص. الخطوه دي برامترز، قصدي الجرام غير اي برامتر، شو بتاع
replace admin password with a password user the keys to manage bootstrap command. ده اللي احنا عملناه. طيب معلش خلينا نفتكر بس الخطوات. عارف ان هي مزعجة جدا في الاول. الباكجز هنا بعد كده الداتابيس سينك والفيرن سيت اب خلصناها. بعد كده البوت ستراب خلصناه. هو انت الكوماند بتاع كي ستون مانج بوت ستراب ده ما فيهوش ان هو يليست الفاليوز اللي عنده؟ نعم الكوماند ده مفيش اوبشن ان هو يليست الفاريوز. انت دلوقتي عملت لها سيت تمام كلها متخزنه في داتابيز دلوقتي. لو دورت عليها هتلاقيها موجوده في الداتابيز اللي انت عملتها الكتالوج بتاعك. اشتغل هو شغال اصلا واحنا قاعدين نشد في شعرنا. شفت الغباوه؟ انا برضه في حاجه مش مظبوطه يعني في الاخر خالص. اكتشفت مش اكتشفت يعني انا ببص كده بضرب بعيني لقيت ان احنا مسحنا الاكسبورت. يعني دي الغلطه اللي احنا عملناها من ساعتها. الكيستون ار سي فايل فاكر انت اكسبورت؟ يا لهوي اكسبورت دي كانت بتخلي الفاريبل بالنسبه لك متاح للكومنتس او بتعمل اكسبورت للفاريبل ده. شفت الغباوه؟ فانت لما كنت تستخدم الاوبن ستاك بروجكت ليست ده ها ما كانش عارف يقرا اصلا الفاريبل صح؟ صحيح. طيب السيرفيس اصلا شغاله كل حاجه تمام. احنا ما غلطناش في حاجه بس الغلطه كلها في الكي ستون فايل اللي احنا عملناه ده تمام كده؟ طيب الحاجه غبيه جدا يعني. طيب بالمناسبه بقى يا سيدي انت لو حبيت توبتمايز خلي بالك الخطوه دي مش مطلوبه منك بنسبه 100%. انت لو انا بقول لو حبيت توبتمايز البرفورمانس بشكل احسن يعني فانت ممكن تبقى صايع جدا وممكن تنستول الميم كاش دي. عارفين ميم كاش دي؟ سمعت عن الميم كاش دي؟ دي ان ميموري داتا بيس بتخزن فيها كده تعمل كاشنج جوه الميموري سريعه جدا ماشي. فالكيستون دي مكتوبه اصلا ممكن بدل ما تروح تعمل سيكوال كويريز كل شويه راحه جايه راحه جايه راحه جايه
وت اوفر لود الداتابيس بتاعتك، فانت ممكن تستخدم الان ميموري داتابيس دي اللي هي الميم كاش دي سيرفيس دي، فانت ممكن تيجي كده تكون قاصي عمال تقول له يام انستول ميم كاش دي اهي. ماشي، بعد ما تعمل انستول ميم كاش دي سيستم كنترول او بلاش قبل ده حط نت ستات داش ان تي ال بي، لسه مفيش اي حاجه شغاله. طيب انا ممكن اجي هنا كده لو فتحت اي تي سي سيس كونفج ميم كاش دي، ميم كاش دي باي ديفولت هتلسن على اللوكال هوست بس، تمام؟ طيب لو انت عندك اكتر من كنترولر موجود وعايز يلسن على كل الانترفيسز، ها فانت ممكن تعمل ايه؟ بلاش غباوه يعني، ممكن تقول له كده داش ال معناها لسن، لسن على كل الاي بي ادرس الموجوده عندك سواء كانت اي بي فيرجن 4 او اي بي فيرجن 6. بس خلصت كده هتقول له سيستم كنترول ريستارت ميم كاش دي، ما بتحتاجش كونفجريشن خالص، نت ستات داش ان تي ال بي مش محتاج انت اصلا. بص ميم كاش دي بتلسن على بورت كام على طول مباشره؟ 11211. طيب انا عايز اكونفيجر الحاج زعبوله ده او الكي ستون سيرفيس دي الموجوده عندي ان هي تبدا ايه تكتب وتقرا من ميم كاش دي سيرفيس اللي موجوده، فانت ممكن تيجي هنا تقول له فيم اي تي سي كيستون كيستون دوت كونف. انا قلت لك الخطوه دي مش مطلوبه بنسبه 100%، هي خطوه هتوبتمايز البرفورمانس بشكل كبير جدا. ماشي كده، تعالى كده ندور على السكشن اللي ممكن تدور فيه على ميم كاش سيرفرز اهو، ميم كاش سيرفرز اهي. ممكن تقول له هنا تعالى يا عم انت هتكونكت على 192.168.122.50، وده نفس البورت اللي كان بيلسن عليه. انا مش شايف كده اي مشاكل خالص. ممكن اجي هنا كده واقول له فايروول سي ام دي اش داش اد بورت 11211 سلاش تي سي بي، وبعد ما خلصنا كده ممكن اقول له ران تايم تو بيرمننت. تعالى كده بعد ما خلصت كده netstat dash ntlb موجود هو psaux grep dash i keystone او key. تعال كده ندور على keystone موجودة هي، شايفها؟ سيرفيس او بلاش سيرفيس سيستم سي تي ال ريستارت اتش تي تي بي دي. قول لي ايه المشكله بالنسبه لك؟ المنتج دي عباره عن ايه؟ معلش تطور بلجن داتابيز مثلا ولا ايه؟ بص يا سيدي، انت في الطبيعي عندك انا الخطوه الاولانيه اللي انا عملتها في الاول خالص لحد ما قدرت ان انا اجيب حاجه من كي ستون سيرفيس دي، عندك فيها مشكله؟ لا لا لحد كي ستون زي الفل. حلو تمام، كلام جميل. طيب اخر حاجه كنا وصلنا عندها الكي ستون ار سي صح، وقدرنا نتريف داتا من الداتابيز صح كده؟ كلام جميل. طيب هو انت لما بتريف ده لما بتعمل ريتريف للداتا من جوه الماي سيكوال او من جوه الماريا دي بي، في عندك مشكله في الكلام ده؟ يعني بص كده كويس عليها او افتكر كده كويس حاجه، انت كل مره بتروح تقرا من الداتابيز ايه اللي بيحصل؟ ها بتروح تعمل سيكوال ستيتمنت تعمل كويري صح؟ تمام، بتعمل سيكوال ستيتمنت بتعمل كويري معناها بتروح تقرا من الديسك. فانت حرفيا بتموت السيرفر يعني بتخليه ينتحر. فانت عشان تحل المشكله دي اسهل حاجه بالنسبه لك، انا ممكن لو الابلكيشن بتاعك بيقدر يوتلايز حاجه زي ميم كاش دي او زي ريدس او زي اي تي سي دي، كل الحاجات دي عباره عن ان ميموري داتا بيس، الريزلت اللي خدها دي ممكن يخزنها في جوه الميموري جوه الرام. فانت بدل ما كل شويه، مش انت كل شويه كنت عامل له ليست وكان عندك الليست بتاع البروجكتس موجوده، بدل ما يخزن الكلام ده في الداتا بيز ويروح يتريف وكل شويه رايح راجع رايح راجع من الداتا بيز ويضيف الاي اوبس على الديسك،
ايه اللي حصل عندك؟ ها؟ هيخزن في الميموري. هيخزن في الميموري، يبقى انت كده استفدت من البرفورمانس بشكل كبير جدا. صح؟ ده بلجن، بلجن مش بديل للماي سيكوال، صح؟ ده مش بديل ابدا للماي سيكوال، ده هو حاجه مساعده بس عشان تحسن البرفورمانس بس لا اكتر ولا اقل. وده بلجن ممكن ينزل على اي داتا بيز، مش شرط بقى اول ستاك، مش شرط اي. ثانيه واحده، مش اي ابلكيشن هتروح تقول له بدل ما تروح تاخد من الداتا بيز روح خد من ريدس او من ميم كاش دي او من اي دي سي دي او غيرهم، لا لازم يكون الابلكيشن بيسبورت حاجه زي كده. خليك فاكر النقطه دي. هو مش اوبن ستاك تحديدا، في ابلكيشنز كتير جدا بتستخدم ريدس واي تي سي دي، كوبرنيتس شغاله عن طريق اي تي سي دي. ها لو كده بتتكلم يعني. فديت عباره عن بلجن بتوفر، مش بلجن، دي فكره اتعملت كده من كام سنه. امال ايه لو الداتا عندي ما اعملها، ما اعملش كي فاليو ستور؟ لو تسمع عن الحته دي اكيد سمعت عنها في مكان ما، كي فاليو ستور. خلاص الكي فاليو ستور ده اللي هو فاريبل او داتا قيمتها كذا بس، شكرا. الداتا دي ممكن يكون اسم، عمر، نيم، الفاليو، اسم بروسيس، اسم بروجكت، اسم يوزر، يوزر ايكوال تو مصطفى، باسورد ايكوال تو ريد هات، وهكذا. دي فاليو بس بكل بساطه، كي ايكوال فاليو، انتهت. والحاجات دي كلها بتخزن جوه داتا بيس، فانت ممكن تعمل حسابك او الابلكيشن بتاعك يكون مكتوب ان هو يعمل يوتيلايز لحاجه زي كده. طيب اوبن ستاك بروجكت ليست مش هتلاقي عندك على بروجكت موجود، واحد هو اللي موجود. طيب تعالى كده اوبن ستاك اند بوينت ليست، بص كده كويس، ادي الاند بوينتس. ده ايه اللي موجود عندك ده؟ ها حد فيكم يرد عليها بسرعه، ده ايه الثلاثه دول حتى الان؟ الثلاثه دول هم عباره عن ايه؟ الحاجات اللي احنا تقريبا عرفناهم شويه. ده الكتالوج اللي موجود عندك، والله العظيم يا لهو عليك، ده الكتالوج. الكتالوج ده في عندك حتى الان بس ثلاثه انتريز موجودين اهم، ادا انتري، الثانيه، الثالثه. بيعملوا ايه لسه ما اتكلمناش فيها، يعني الانترز دي وظيفتها ايه في الحياه لسه ما فتحناش سيره الموضوع اصلا. ها تمام وضحت؟ طيب انا بقى عمال انبح في صوتي من الصبح وضيعت يوم كامل في سيشن عشان اوريك المانيوال انستوليشن ده. يبقى لما كنت بتستخدم الار دي او او كنت بتستخدم الباك ستاك، الباك ستاك كان بيعمل ايه؟ ها اول ان وان كان بيروح يعدي على كل السيرفيس اللي انت قلت له وقت الانستوليشن انا محتاج تعمل لها انستول فعلا، اديت له اوبشن واي عليها، يروح يأوتوميت كل الهاكس ده كله ويخلصك منه وينجزك. بس ادي كل الموضوع. مش عارف مصطفى، معلش يا معلش، انا عندي يا اما ار دي او يشطب كل حاجه، يا اما انا مشطب الثلاث كومبوننتس. اولا انت دلوقتي حرفيا، تعالى نرجع هنا تاني كده، ده انت في عندك دلوقتي زور بيه طرق تانستول بيها. الطريقه الاولانيه فول مانيوالي، تروح كده بايدك تداونلود كل سيرفيس لوحدها وتانستول وتانتجريت سيرفيس مع بعضها. خلاص زي ما احنا ما عملنا كده النهارده. الطريقه الثانيه تستخدم حاجه زي الار دي او اللي هو ما بين قوسين كده باك ستاك. في مشكله؟ الطريقة الثانية تستخدم تريبل او كلاينت اللي هو عند الناس بتوع ريد هات اللي زي حالتنا كده اسمه دايركتور، والمسمى الثاني بتاعه الناس بتسميه دايركتور ومعاه حاجة اسمها اوفر كلاود اندر كلاود او اندر كلاود اوفر كلاود. خلاص عندك الطريقة الثالثة تستخدم انسبل بلاي بوكس. ها وضحت؟ لما فيش طريقه مصطفى يعني الكيس تون دي تنزل اللي هي ماي سيكوال معاها ولا باتش بس؟ لا مش فاهم تاني كده معلش. يعني انت دلوقتي عشان تكونفجر الكيس تون انا ستاند الون قمت عاملها لوحدها، قمت عاملها مانيوال تمام؟ اه ما ينفعش الكيس تون لما اجي اعملها لوحدها تجيب الاباتش والماي سيكوال معاها؟ ما فيش ده صح؟ لا يا كده ما احنا خدنا الطريقه كلها فولي مانيوال، وفي عندك الار دي او، في عندك طرق تانية موجودة براحتك بقى. بس طيب
لا لا لا، لسبب ان انت ممكن تحط الكيس ده على سيرفر والداتابيز على سيرفر تاني اصلا، صح؟ فهو ما يعرفش هل انت عايز تحط داتابيز على نفس المكنه دي ولا عايز تحطها على مكنه تانيه. ما هي في الاخر داتابيز، طالما يقدر يوصل للداتابيز وداتابيز اليو ار ال بتاعها اكسسبل واليوزر نيم والباسورد واسم الداتابيز صح، خلاص انتهت. وضحت؟ انا قلت لك لما تيجي تتكلم على اي انستوليشن في فرق بين كلمه سبورتد وفي فرق بين كلمه ممكن نعمل له انستول او نكونفيجر بالشكل الفلاني. اي كونفيجريشن في الدنيا ممكن يتعمل، اي حاجه ممكن نعملها. ممكن اخترع في الـ في الـ في الـ في السيرفيسز بتاعتي احط لك الكي ستون على سيرفر خلاص، واحط لك الداتابيز على سيرفر تاني، واحط لك الاباتشي على سيرفر تالت. ومش الاباتشي بس، ده انا ممكن اعمل لك ريفرس بروكسي مثلا ويشتغل معاك زي الفل. زي تحط اف 5 او تحط لود بالانسر فوق كده والناس يكومينيكيتوا على اللود بالانسر ده يكون اف 5 مثلا. اي حاجه في الدنيا دوبل. لكن هل هي سبورتد؟ هو ده السؤال. دوبل؟ اه. سبورتد؟ لا. اقعد بقى اضرب راسك في الحيط لحد ما تلاقي المشكله فين وتقدر تحلها. ها وضحت؟ حلو جدا. قول الحته بتاعت بسم الله الرحمن الرحيم بروفايدر يساوي فيرلاند. اه ما هي دي بقى مع الجزء اللي هنتكلم فيه بشكل نظري مع اللهم صل على النبي مع الكي ستون. احنا لحد دلوقتي الكي ستون بنبص عليها بس يعني 100,000 فيت فيو، يعني احنا بنبص من بعيد جدا جدا عليه. تمام؟ النهارده من بعيد. النهارده من بعيد جدا، النهارده ما وركاش اي حاجه غير الانستوليشن بس. طب دلوقتي ممكن نقدر ادست الاوثنتيكيشن بتاعها والاثورايزيشن على خلالها ولا لا؟ اعتكاليت يوزر يعني؟ اه ونتست ان هو هيلوجن عن طريقها ولا لا؟ في عندك كمان كوماند كده حلو جدا انا بحب استخدمه اسمه اوبن ستاك، كان اسمه كومبليشن باين؟ لا اوبن ستاك داش داش هيلب. تعال ناخد الكلام ده كده على بايب على لس. تعال كده باش اوبن ستاك كومبليت. اوبن ستاك كومبليت، معلش يا ابني والله ذاكرتي زي الزباله يعني زي الزفت الصراحه. اوبن ستاك كومبليت، وتعالى كده نرمي الكلام ده في اي تي سي باش كومبليشن ضد دي وسميه لي كده او اس او اوبن ستاك او اس بي يا سيدي. وبعد ما عملت الكلام ده ممكن اقول له كده سورس ل اي تي سي باش كومبليشن او اس بي. عارف اللي انا عملته ده ايه؟ ده بيعمل اوتو كومبليت للاوبن ستاك كوماندز. يعني انت مش معنى كده او معنى كده انت مش محتاج تحفظ اي كوماند عندك، صح؟ جميل جدا. ده الموضوع ده في حاجات كتير يعني احنا اي حاجه عايزين اوتو كومبليشن ليها نحطها في مع الكوبرنيتس. مش مع يعني مش كل حاجه هتلاقيها ليها اوتو كومبليت عشان ما اكونش برضه كداب يعني ونصاب. في حاجات كده الاوتو كومبليت فيها ممتاز جدا زي اوبن ستاك وزي كوبرنيتس او اوبن شيفت. انا لو ما فيش اوتو كومبليت في اوبن شيفت حرفيا انا كنت ممكن اقعد 10 سنين اتعلم فيه بدون مبالغه. ما هو مين اللي هيقعد يحفظ الاوبشنز دي؟ اكيد واحد مجنون يعني، احنا مش ماشينز يعني، صح؟ نفس الحكايه في اوبن ستاك بالظبط. انا عمري ما حاولت احفظ اي كوماند في اوبن ستاك بالمعنى الحرفي للكلمه، اقسم بالله العظيم ان انت لو قلت لي النهارده اكتب اي كوماند على اوبن ستاك انا ما اعرفوش. هروح رايح فاتح الدوكيمنت دي ويلا يلا يا عم الحاج 1 2 3 هتكرر لي كوماند على المكنه اوبن ستاك كومبليت سورس الفايل وابدا شوف الاوبشنز اللي انت محتاج تعملها ايه. مش قوي كده يعني، مش للدرجات دي يعني. جوجل مفيد بس يعني مش للدرجات دي يعني. المفروض انت ادمن وتبقى عارف مكان الحاجه فين يعني، انت على الاقل قريتها مره، صح؟ طيب تعالى كده اوبن ستاك. بص كده لو ضغطت دبل تاب ايه اللي بيحصل؟ تمام، في يوزر في يوزر صح. انا عايز اتعامل مع يوزر صح. ممكن اقول له كده يوزر، ايه اللي مع اليوزر؟ كرييت صح. حلو جدا كرييت. طيب بعد كرييت وقف صح خلاص. لا ممكن تقول له كرييت وتقول له كده داش داش هيلب يا حاج وريني ايه اللي عندك. اليوزر نفسه بقى خلاص هو كده خلص اللي عنده. لا في حاجه حلوه جدا بقى مع اوبن ستاك ده، مع الكومنز اللي موجوده عندك انت حاجه حلوه جدا. ممكن تقول له كده الكلام ده وابدا قول له هات لي الهيد داش داش هيلب. ممكن اقول له كده هيد
داش ام 20 حلوين جدا، يعني 20 دول اكتر من كافيين كمان، بلاش 20 في الكوماند ده. معظم الكوماندز اول 10 سطور بيكونوا كافيين جدا واكتر من كافيين كمان. خلاص؟ في بعض الكوماند تحتاج تزود لها، خليها 20، خليها 30. ها وضحت؟ حلو. طب تعالى بقى كده نعمل حاجه زي كده، ممكن اقول له كده اوبن ستاك يوزر كرييت. انا محتاج هنا ممكن احدد له شويه حاجات زي اسم البروجكت، زي الدومين، ممكن اقول له زي الباسورد بتاع اليوزر، صح كده؟ ها معايا ولا الناس نامت؟ الديسكريبشن بتاع اليوزر، الاجنور لوك اوت فيلير اتمبت، نو اجنور لوك اوت، كل دي اوبشن صح؟ فانا ممكن اجي اقول له كرييت، ممكن اقول له كده داش داش الدومين بتاعك. انا كنت عامل انا قلت لك في دومين بيتعمل اسمه ديفولت وقت الانستليشن صح؟ هو ده الوحيد اللي موجود صح كده؟ واحنا بنعرفه اصلا عملناه، كان اسمه ديفولت. قبل ما اعمل حاجه، قبل ما اعمل اي حاجه، معلش معلش، اوبن ستاك انا محتاج عندي دومين، تعالى كده تعالى ليست الدومينز اللي موجوده عندي، دومين اسمه ديفولت دومين، وعندي كمان بروجكت ده محتاجه، الدومين ده الاوثنتيكيشن دومين يا مصطفى صح؟ ايوه، وعندي دومين اسمه ادمن، بروجكت اسمه ادمن، تمام كده. ايه تاني؟ الدومين والبروجكت بس، خلاص انا خلاص كده خلص الموضوع. اوبن ستاك يوزر كرييت، تعالى يا عم ناخد الاوبشنز من هنا نسرقها. البروجكت اللي انا عندي، البروجكت بتاعي اسمه ايه؟ فاهم؟ بروجكت اهو اسمه ادمن صح؟ ادمن. ايه تاني محتاجه؟ الدومين صح؟ بروجكت دومين. ده البروجكت وده البروجكت دومين ديفولت. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ممكن اقول كده داش داش باسورد ريد هات صح؟ واليوزر اسمه تيست يوزر 1. خلاص شكرا. قال لك اليوزر ده كريت اهو، دي الفاليو بتاعته. طيب اوبن ستاك يوزر ليست، هيقول لك عندك اثنين يوزرز دلوقتي، الادمن يوزر والتيست يوزر اهو، شايف؟ طب ازاي اوثنتيكيت بقى؟ يعني ازاي اوثنتيكيت بقى؟ مش فاهم الحته دي. اوبن ستاك، عايز تجيب الاتريبيوت بتاع اليوزر ده، هتقول له اوبن ستاك يوزر شو، اي اوبجكت عندك وتقول له الاوبجكت ده عايز اعمل له شو. خلاص تيست يوزر 1 اهو، هيجيب لك تفاصيل الام كلها بالتفصيل. ده نفس الحاجات اللي حصلت وقت الكرييشن. خلاص طيب كلام جميل. كنت تقول ايه بقى؟ عايز ايه؟ استنى اليوزر ده مثلا اجرب اتاكد ان هو شغال بالظبط. طيب تعالى كده سي بي كان اسمه ايه؟ كيستون ار سي صح، وسميه لي كده تيست يوزر 1 ار سي صح، فين تيست يوزر 1 ار سي، وهتيجي هنا اسم اليوزر بتاعك كان اسمه ايه؟ تيست يوزر 1 بس، والباقي كله ثابت صح. سورس تيست يوزر 1 ار سي، تعالى كده قلت له اوبن ستاك بروجكت ليست. ها ايه اللي حصل عندك؟ انا عندك ريكويرز البروجكت طبعا مش تمام، ما يكونش عنده. ها اديله برميشن يا باشا ان هو يليست الحاجات دي ولا ايه؟ نعم انا عملت يوزر وما ادتلوش اي صلاحيات تقريبا. هو كده عامل اوثنتيكيشن بس مش عامل. انا كان عندي هنا تيست يوزر 1 صح، خلي بس اتاكد اهو اسم اليوزر اهو المظبوط، والمعلم ده برضو مظبوط، والبروجكت نيم ادمن، والدومين نيم ديفولت صح، والبروجكت دومين نيم ديفولت برضو، كل حاجه تمام مفيش فيها مشاكل. طيب كده معنى كده الراجل ده محتاج ايه تاني عندي؟ رولز محتاج صلاحية صح؟ اه
لسه ما وصلناش المرحله دي، انا بوريك بس هل ممكن تبدا تكريت اوبجكتس دلوقتي بالمعنى الحرفي. الفكره مش في كده، انا الفكره مش اللي انا بعمله دون هل هو عمل ولا لا، انا الفكره عندي هل قدرت اخزن ايدنتيتيز جوه الكي ستون دلوقتي ولا لا؟ قدرت. طيب الايدنتيتيز دي كلها فعليا موجوده فين؟ ها؟ في الداتا بيس. في الداتا بيس. طيب تعالى كده بقى عشان نخلص الفيلم دون. يوز كيستون شو تيبلز، وتعالى عندي هنا كده في عندك تيبل اسمه ايه؟ شايف؟ رول. رول مش رول، في رول رو 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 او وفي رول. خلاص ما تفصل يعني، افصل بين الاثنين. في عندك هنا كمان جدول اسمه يوزر، شايفه؟ select asterisk from user، وتعالى كده نرزعه باك سلاش جي. راح فين؟ بص لي عندك كده ايه اللي موجود فيه. بص كده ده الاي دي، ده ايه الاي دي ده؟ الاي دي بتاع اليوزر صح؟ طب تعال نطلع فوق كده نتاكد هل ده فعلا اليوزر بتاعنا ولا لا، صح؟ الاي دي بتاع اليوزر اللي اسمه تيست يوزر 1 كان ايه؟ 3 اي وبينتهي ب 6 2 صح؟ 3 اي وبينتهي ب 6 2. ايه ده مش ده اللي انا لسه عامله؟ الكريشن ديت بتاعه. ما هو اكيد اكيد ده هيماتش نفس اللي موجود عندك صح كده؟ طيب تعالى كده الشو تيبلز مره ثانيه. يوزر جروب ممبرشيب، يوزر اوبشنز صح، توكنز. فين تاني يا سيدي؟ اند بوينت. تعالى كده نبص على الاند بوينت، سيلكت استريك فروم اند بوينت باك سلاش جي كده. ايه ده مش دول اللي انا كنت عاملهم من شويه؟ اللي انا كنت لما اقول له اوبن ستاك سيرفيس اوبن ستاك اند بوينت ليست كان بيطلعهم لي. ايوه كده، انا بروح على انا بوريك بس انا كل اللي عايزك تفهمه تتخيل الحكايات دي كلها شغاله مع بعض ازاي، ده اللي يهمني النهارده. تبدا تتخيل يعني كل مره كده هنمسك سيرفيس نبدا نلعب معاه، هناخد حوالي 2 سيشن في كل سيرفيس مثلا. طبعا مش هعدي على كل السيرفيسز يعني، اكيد مش هعمل حاجه زي كده، بس على الاقل عندي 3 4 مثلا 5 6 سيرفيس، بحيث ان انت تبقى حفظت اللعبه، لان اللي انت هتطبقه على واحده هيطبق على الثانيه. فاهم قصدي؟ لو مشيت على كل سيرفيس بالشكل ده هنهضمها تماما يعني. ماشي؟ يعني لو كل طيب. 5 6 كورس بتوع الاستاك مش انا لحد دلوقتي، خليك فاكر النقطه دي، انا لحد اللحظه دي ما اتكلمتش عن الكي ستون لسه. انت كده بس يعني بنيته. احنا كده بس، انا انت كده المفروض انت تفاهم ان انا في عندي سيرفيس بيتخزن فيها اليوزرز صح، والرولز بتاعت اليوزرز والتوكنز لما بييجوا يعملوا كونكت صح كده. وشفت النهارده كده بعينك في حاجه اسمها فيرنت، اكيد بقى بدات تظهر اسئله عندك، ايه يا عم الحاج فيرنت ده صح كده؟ ده اللي انا عايزه يعني، انا عايز بقى تبدا الاسئله دي كده تطلع من دماغك يعني، فرق الاسئله دي في وشي لما تيجي تذاكر كده حضرتك الفيديو بعد ما يترفع، وتبدا تشوف بقى الحاجات اللي فرقعت في وشنا دي، عايزك بقى الاسئله دي تيجي. ماشي؟ تمام. طيب حلو، المره اللي جايه ان شاء الله احنا خلصنا بقى 11 عندي والله، انا صاحي من 6 الصبح تقريبا لحد دلوقتي شغال، ما عادش ولا دقيقه النهارده. ف المره اللي جايه مش هنعمل اي حاجه تقريبا عملي قبل ما نهضم الكيستون دي بشكل نظري. تاني؟ هنبدا نتكلم على كي ستون دي وبتعمل لك ايه بالتفصيل، وليه في 3 اند بوينت، يعني هي نفس السيرفيس صح؟ مش هي نفس الكي ستون سيرفيس؟ اهو. بس هتلاقي في عندك حاجه ده اند بوينت، وفي اند بوينت تاني شبهه بالظبط، وفي اند بوينت تالت شبهه بالظبط. لا 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 ايه يا عم بس ده في واحد اسمه انترنال، وفي واحد اسمه ادمن، وفي واحد اسمه بابليك، هو ليه في 3؟ ليه؟ ده السؤال ده لازم يتجاوب عليه المره اللي جايه. الحاجه الثانيه، التوكنز اللي اليوزر بياخدوها دول، التوكنز دي احنا عرفنا ان نوعها اسمه فيرنت صح؟
فيرنت ده ايه وشغال ازاي تفاصيله ايه، الكلام ده كله لازم نجاوب عليه. ماشي كده؟ ايه تاني يا سيدي؟ ايه تاني اللي ممكن نتكلم عليه في الموضوع ابن الذين ده؟ نعم؟ هكلمك شويه بقى على الترمينولوجيز بتاعت الكيستون دي. شويه تفاصيل، مش تفاصيل اسميها الترمينولوجي، مش عارف اوصلها لك بالعربي، والله ما انا عارف. مصطلحات، مصطلحات في الكيستون، مصطلحات لازم تكون عارفها وحافظها. لو ما انتش حافظها انت مش راجل بتاع اوبن ستاك، انت لا مؤاخذه يعرف العربي. اي واحد يجي من الشارع احسن منك. في حاجات كده لازم تكون عارفها، مفيش فيها نقاش. دي حاجه ثانيه. اللوك فايلز بتاعت الكيستون ايه اللي موجود فيها؟ اللوك فايلز دي فين وايه اللي موجود فيها؟ لو حبيت اقرا اللوك فايلز دي اقراها منين؟ ايه تاني يا سيدي؟ معلش نعم قول. واحنا النهارده الحاجات دي كونكت مع بعضها كونفجريشن فايلز صح؟ دي مش مربوطه ببعضها بي بي ايز. ايوه سؤال غالي بس هو ليه؟ انت كده فين السؤال بتاعك؟ الداتابيز والاباتشي والكيستون تمام؟ ربطناهم ببعض عن طريق كونفجريشن فايل صح؟ ايوه. لحد دلوقتي مفيش اي اي بي اي موجوده غير بتاع الكيستون بس. ليه بقى؟ ليه؟ لان انت لما تيجي تنستول سيرفيس ثانيه تبع الاوبن ستاك. سيرفيس ولا كومبوننت؟ كومبوننت قصدك بقى. كومبوننت او سيرفيس الاثنين واحد بالنسبه لك دلوقتي المفروض. تمام. صح؟ تمام. انت عايز تنستول سيرفيس او كومبوننت اللي هيديك الايمجنج سيرفيس، او كومبوننت يسمح لك تران الفيرتشوال ماشينز، او كومبوننت خاص بالنتورك. الكومبوننت ده حب يتكلم مع اي كومبوننت تاني، ما هو لازم يعمل اوثنتيكيت صح؟ تمام. معنى كده ان الكي ستون كانت لازم تكون موجوده. فهمت خلاص. وكانت لازم الكي ستون تدي له توكن قبل ما يقدر يتكلم مع كومبوننت تاني صح؟ فمن الطبيعي كنت انا اختار ان الكي ستون تكون اول كومبوننت او اول سيرفيس نبدا نتكلم عليها في الاوبن ستاك صح؟ تمام. حلو جدا. يعني لو انت فاهم قد الحبه اللي انا قلتهم دول النهارده ده كده، انا مش عايز اكتر من كده، كتر خير الدنيا يعني. بس موضوع السيرفيس ديسكفري والاند بوينت كاتالوج هنلعب معاه، الاوثنتيكيشن بروفايدرز هنحاول اعدي عليها كده بسرعه. ايه تاني اللي اقوله المره الجايه يا سيدي؟ او ايه تاني اللي ممكن يتقال؟ موضوع التوكنز دي، في توكن، في حاجه في التوكن اسمها السكوب بتاع التوكن. يعني انت اي توكن كده بتطلع شبه بعض ولا في انواع من التوكنز؟ لا، في انواع من التوكنز موجوده، وكل توكن لها سكوب معين، دومين سكوب ولا بروجكت سكوب ولا سيستم سكوب ولا ايه بالظبط. هتكلم عن الحاجات دي كلها بالتفصيل فالمره الجايه. اتوقع كميه هري نظري غباوه يعني، دي اكتر حاجه هري فيها في الكورس كله، ولان ده اهم حاجه. لو انت مش فاهم الحته دي فانت معلش يعني ولا له اي لازمه. ماشي. انا عندي كام سؤال كده، ممكن انا دلوقتي يسمح ان انا اسالهم ولا نخليهم المره الجايه؟ لا اسال عادي مفيش مشاكل. طب يعني ماشي. اول حاجه، هل يعني كاول كان سيرفيس دي تمام، انا ممكن انزلها ككونتينر مثلا؟ يعني ممكن انزل كونتينر للماي سيكوال وكونتينر للاباتشي واحطهم ببعض تمام، وبالتالي هيشتغل عند الكيستون ولا مش هينفع ان هو يشتغل؟ لا طبعا ممكن يشتغل. على فكره الاوبن ستاك 16 اللي هو الريد هات اوبن ستاك 16 بيديك تو اوبشنز، يا اما تنستول سيرفيسز زي ما احنا عملنا كده، سيرفيس السيرفيس باينري موجود على المكنه على طول بشكل مباشر، او ترنه ككونتينرز. فالتو اوبشنز متاحين بالنسبه لك. ده في فيجن 16، انما اللي قبل كده لا. اللي قبل كده اعتقد كان موجود في 14 برضو، مش متاكد عشان ما اكونش بفتي، ما اقدرش اجاوب على سؤال زي ده، لازم ارجع للدوكيومنتيشن الاول. طيب السؤال الثاني، اللينك كاش دي تمام، هي الميموري كاش تمام، انا بخزن قيم في الميموري. طب لو السيرفر ده عمل ريستارت هل القيم دي هتروح؟ القيم بتروح لو هي متخزنه في الميموري بس، مالهاش بيبقى عندك اوبشن تخزن الكلام ده ممكن على الديسك كمان، لما بتقوم السيرفيس بتروح تقرا منه وتحطها في الميموري على طول بدل ما تبدا تبلد الكاش من اول وجديد. بس في الطبيعي هتروح الفاليوز دي كلها هتروح ويبدا يعمل الكاش مره ثانيه. طب هو الميم كاش دي هي كانت في امازون، هي كانت سيرفيس، انا ممكن اعمل لها انتجريت لو انا هعمل
واخزنها واخزن القيمه هناك ده اونلاين، هل عادي ولا مش عادي؟ هو بس الفكره لو انت عندك اوبن ستاك بلاتفورم، هل من الطبيعي تخلي كومبوننت من الاوبن ستاك محطوط عند امازون وبقيه الاوبن ستاك لوكالي عندك؟ فكر فيها كده. لا طبعا، لا لا طبعا ما ينفعش صح؟ يعني بس لا. انا بقول كسيرفيس طالما هي اكسسبل، انا قلت لك في الاول في فرق بين دوبل وفي فرق بين ها سبورتد دوبل. اه طبعا دوبل طالما اكسسبل عن طريق اي بي ادرس، شكرا خلاص انتهت وصلت. بس السيناريو اللي انت بتقوله مفيش حد هيعمله، مفيش حد هيجيب عربيه ويقول لك هو انا ممكن لا لا بس عشان يعني المين كاش دي انت لو عملت السيرفر بسرعه خلاص القيم هتروح. انت اصلا الميزه بتاعت مين كاش دي ان هي بتسرع لك الوقت بتاع الكويريز صح؟ اه بالظبط كده. حلو، انت اصلا لو حطيتها على نتورك بعيده عندك في بلد تانيه اساسا الراوند تايم تريب خلاص عشان تروح على النتورك تروح وتيجي هيبقى ابطا من لو انت بتجيبها من على الديسك من عندك لوكالي اصلا. طيب تمام، ما عملناش حاجه احنا كده. يعني ايه اللي انا استفدته؟ يعني بالظبط عامل زي فكره ان انا عايز اروح، انا مروح من القاهره الاسكندريه رايح بالعربيه، العربيه بتقعد 4 ساعات، فانت بتسالني هو انا ممكن اروح بالطياره لامريكا وارجع من امريكا لاسكندريه؟ اه ممكن، الطياره اسرع من العربيه 100%، بس لما انت تروح لامريكا بالطياره وترجع اكيد اللي رايح بالعربيه هيسبقك صح؟ بالظبط كده. هو بس انا بسال بس ان جنرال ان جنرال ممكن دوبل. اه اي حاجه في الدنيا دوبل، اي حاجه في الدنيا دوبل خلاص. السؤال ده في كام سؤال، في سؤال برضه تاني في بعض يعني انا هل مثلا ان انا انت عملت حضرتك انستول وقت الاباتشي وماي سيكوال على سيرفر واحد، في بعض الناس تختلطهم بيقول لك لا انا عندي داتابيز مثلا سيرفر اعمل داتابيز عليه وممكن نعمل اباتشي سيرفر نعمل سايت تاني ونربط السايت التاني على اباتشي سيرفر بالداتابيز دي. احنا في كورس بنفهم مش بنعمل برودكشن انفايرمنت حاليا صح؟ بس انا بس بسال خد بقى حضرتك الاسئله دي بس ما انت بتسال اسئله الاسئله دي انت برضه بتسالني فكره هل هو دوبل ولا لا؟ نفس الفكره، انت لو رحت لريد هات اوبن ستاك اللي جاي من ريد هات نفسها، ريد هات اوبن ستاك بلاتفورم الماي سيكوال داتا بيز بتبقى على نفس الكنترولر نود زي ما احنا بنعمل بالظبط. ها ماشي تمام. ده يعني مش بقولك على حاجه ما بتحصلش، لا هو ده اللي ده سبورت الكونفيجريشن من ريد هات خلاص. ماشي تمام. انا اخر سؤال بس يا مصطفى معلش قول. انا عندي النهارده كان في 3 سيرفيسز تمام تمام ما شفتش بينهم اي اي بي اي. انت كان عندك سيرفيس واحده بس ليها 3 اند بوينتس مش 3 سيرفيس، ده اول حاجه كمل. لا ما هو ده بس هم سيرفيس واحده لها 3 اند بوينتس صح؟ اه امال طب هي اللي هي كيستون تمام؟ ايوه. طب امال التانيين دول بقى بص بقى لو انت حضرتك رحت على الاوبن ستاك معرفش اصلا هيرضى يكونكت ولا لا على الفي بي ان معرفش مش متاكد يعني اما نشوف. لو رحت على الاوبن ستاك بقى اللي هو الباك ستاك اللي احنا عملنا له انستوليشن وقلت له اوبن ستاك اند بوينت ليست هتلاقي زربيح اند بوينتس موجود. تعالى كده. على الماي سيكوال والتاني كمان؟ مش ماي سيكوال بقى، هو ماي سيكوال اند بوينت في الاوبن ستاك يا حاج؟ لا اكيد لا صح؟ اه تعالى كده سورس كيستون ادمن وتعالى هنا كده اقول له اوبن ستاك اند بوينت ليست وربنا يديك الصحه بقى زربيح اند بوينتس موجوده شايف؟ ها وضحت؟ لو انت بصيت كده هتلاقي العامل المشترك ان كلهم كل واحده فيهم ليها 3 اند بوينتس. يعني بص ده كده ادا واحد ادا اتنين ادا ثلاثة ادا واحد ادا اتنين ادا ثلاثة واخد بالك؟ معنى كده ان كل سيرفيس هنا ليها 3 اند بوينتس مختلفين صح؟ سيرفيس
ولا كومبونة؟ ايه دي النيلة السود؟ هو الكومبونة انت بالنسبة لك هو ايه يا كابتن محمد؟ الكومبونة ممكن يكون كذا كذا سيرفيس، زي مثلا ال اسمه ايه ده؟ احنا شغالين فيه دلوقتي اللي هو الكيستون، في كذا في كلام تحت منه ديبندنس سيرفيس زي ماي زي الماي سيكوال والاباتشي، مش هتلاقيهم هنا. لا الكيستون نفسه مفيش فيه الا سيرفيس واحدة بس، هي الكيستون بتاعتك بس. شكرا. خلاص؟ لكن لو رحت كده لا مش هتشوفها هنا، مش هتشوفها هنا. لو رحت مثلا النوفا دي، النوفا دي لو رحت الريد هات اوبن ستاك فعلا انستوليشن بتاع اوبن ستاك، هتلاقي في حاجه اسمها نوفا، وفي حاجه اسمها نوفا داش كوندكتور، وفي حاجه اسمها نوفا داش اي بي اي. وصلت؟ فهتلاقي كومبوننت واحد بس فيه ثلاثه سيرفيس تحت منه. لكن في حاله الكيستون هو كومبوننت واحد بيديك سيرفيس واحده بس. وصلت؟ ها معنى كده ان النوفا دي لو انت عامل انستول للدايركتور او التريبل او اللي هو بتاع ريد هات، هتلاقي دي اصلا ليها كام اند بوينت؟ لو هما ثلاثه ثلاثه سيرفيس هتلاقي فيه تسعه اند بوينتس موجودين. وصلت؟ لحتى الان انا كومبوننت بالنسبه لي ايكوال كده تو سيرفيس، حاجه مشروطه يعني، ده ايكوال بس بشرط. خلاص؟ طب انت هتسمي الاباتشي والمايسيكوال النهارده ايه في الانستليشن؟ دول عباره عن هيلبرز بس عشان تشوف السيرفيس بتاعتك شغاله اب اند راننج بس. الاباتشي والمايسيكوال هم مش كومبوننتس اساسيين من الاوبن ستاك بلاتفورم، دي حاجه اضافيه بتستخدمها عشان تخزن فيها الداتا بتاعتك لا اكتر ولا اقل. يعني لا سيرفيس ولا كومبوننت، دول هيلبرز وخلاص. دول لا هي لا اوبن ستاك سيرفيس ولا هي اوبن ستاك كومبوننت خالص، ده كومبوننت خارجي خالص ممكن تستخدمه. وصلت؟ دول كده الحاجات دي بتاعت اوبن ستاك، ده اوبن ستاك كومبوننتس شغاله كسيرفيس عندك وليها اند بوينت اهي. لكن هل الاباتشي هنا ليستد؟ لا. هل له اي اند بوينت هنا؟ لا. يبقى مش كومبوننت عندي في الاوبن ستاك او لا هو سيرفيس في الاوبن ستاك اصلا، بس انتهى الحوار خلصت. وصلت؟ وصلت. ده يعتبر هيلبر او اكسترنال سيرفيس مساعده عشان ترن الاوبن ستاك بس لا اكتر ولا اقل. وضحت؟ طيب ماشي ماشي، اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله وتصبحوا على خير. السلام عليكم.